اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي مشاهدي التلفزيون اليوم السابع، معاكم سيد الخلفاوي من منطقه اسطبل عنتر في مصر القديمه جنب الجبخانه مباشره، اعلى هضبه زهراء مصر القديمه. طبعا المنطقه اللي احنا واقفين فيها ما كانتش كده خالص، ما كانش المنظر ده، كانت عباره عن عشش، والجبل ده كان نازل بشكل خطير، يعني ما كانش معمول له حواف كده، فكان المنطقة هنا كان كلها عشوائيات. اتنقل سكان هذه المنطقة للأسمرات من تقريبا سنتين، وتم بدء العمل في إزالة العقارات اللي كانت موجودة هنا وإعادة استغلال المنطقة بشكل يلائم ويوفر حياة آدمية لكل الناس المحيطين بيها. طبعا المنطقة هنا معروفة بالأثر الكبير جدا اللي هو جبخانة محمد علي، موجودة أعلى هذه الهضبة، فالأثر ده ملوش مكان، ملوش طريق يطلع ليه، مفيش طريق صاعد ليه، هو عبارة عن بس العقارات حوطته من كل جهة، وما كانش فيه مكان يطلع بالسيارات لهذا الأثر. والأثر ضخم جدا وأثر كبير جدا ومهم جدا، وبيتم تطويره حاليا من خلال وزارة الآثار. فتم التفكير في استغلال المنطقة أنه يتعمل طريق صاعد للجبخانة، وهو الطريق اللي أمامنا ده الطريق الصاعد، وأيضا يتم استغلال جزء آخر لسكان المنطقة ويتعمل ملعب لكرة القدم، بيتعمل ملعبين، ملعب تم إنشاؤه اللي أمامنا حاليا ده، وفي ملعب تاني اللي شغال فيه المعدات هناك ده بيتعمل برضو ملعب خماسي، وفي حديقة اللي هي تحت ديات حديقة وهتبقى فيها خدمات متنوعة لأهالي المنطقة. كمان في مبنى هناك اهو، المبنى ده للخرسانة، ده بيتعمل نقطة خدمات، هيبقى مبنى خدمات، هيبقى فيه إسعاف، في نقطة شرطة، في نقطة تأمين للمسار أو الطريق الصاعد الخاص بالجبخانة. أيضا بيتم حاليا تدبيش الجبل هو ده، تم تدبيشه. طبعا احنا على الطريق الدائري فوق، كل الجزء ده تم توسيعته من الطريق الدائري، فتم تكسير الجبل وأيضا تدبيشه وتوسيعة الدائري، بالإضافة لإزالة العقارات اللي فوق. كان في عقارات فوق اهو، لو تاخدوا بالكم كان في عقارات فوق، وده كان فيه خطورة ان اي عقار او اي حد يقف فوق ممكن يقع، وكمان ان اي تشقق في الجبل او اي اهتزازات لا قدر الله تعمل كارثة كبيرة بالنسبة للعقارات والسكان اللي موجودين فوق. فتم تدبيش الجبل بالمعدات، حتى هم لسه شغالين، هيتم رصف المنطقة اللي فوق بالانترلوك، الحتة المكان ده هيبقى رصف بالانترلوك، والانترلوك موجود تحت، ده شارع المحجر، تمام. وشارع المحجر ده مهم جدا ان هم رصفوه، ما كانش موجود اصلا بالشكل ده، كان عباره عن عشوائيات وطريق مكسر وصرف صحي مش موجود اصلا، كان صرف صحي عشوائي. فتم انشاء كل هذا اللي موجود امامنا بشكل يخدم المنطقه وبشكل يخلص المنطقه ايضا من العشوائيات اللي كانت موجوده. كل حواف الجبل تم تدبيشها وتم ازاله العقارات اللي موجوده على الحواف تامينا لهم. المكان هنا مش طبعا عشان جبلي فمش هيتم زراعة أشجار فيه، لكن هيتم رصف كل الحاجات أو كل محيط الطريق زي ما أنتم شايفين كده، الطريق الصاعد. والحقيقة أن الطريق الصاعد ده خطوة مهمة جدا في نقلة حضرية للمنطقة بالكامل، لأن الطريق الصاعد هيضع منطقة الجبخانة أو أثر الجبخانة على خارطة السياحة، وهيتم هيبتدي أن وفود سياحية تيجي من كل مكان تزور الجبخانة. والجبخانة هي مخزن بارود أنشأه محمد علي، وكان بيخزن فيه البارود والعتاد والأسلحة، وهو مؤمن بشكل كبير جدا لأنه كان محاط بالجبل وكان أعلى هضبة، فكانش ما كانش حد يقدر يوصل له بسهولة. لكن طبعا العقارات اللي محيطة بالجبخانة تم إخلاءها عشان يبقى فيه حرم للأسر. المهم في اللي احنا موجودين فيه حاليا انه من منطقه عشوائيه سكانها كانوا مهددين من سقوط اي صخره عليهم، لان زي ما انتم شايفين الجبل ملاصق تماما، كل المنطقه اللي فيها الطريق دي كان فيها بيوت، فالجبل ملاصق تماما للبيوت، وكمان مكان الطريق ده كان فيه جبل ايضا بس تم ازالته او يعني استعدال جزء منه، وعشان يبقى فيه
امكانيه العمايل اعمال الطريق. فكان الطريق كان الجبل بيهدد العقارات اللي تحت الجبل مباشره، بالاضافه ان ما كانش فيه خدمات. تخيلوا المكان اللي احنا فيه ده ما كانش فيه عربات بتطلع، طبعا كان كله عباره عن مدقات، كان كله عباره عن مدقات الناس بتصعد عشوائي ليها للبيوت، وكان يعني شكل صعب جدا. احنا كنا موجودين اثناء النقل واثناء نقل السكان، وطبعا الصرف الصحي كان مواسير عشوائيه، فكان بتنزل على البيوت اللي تحت منه، كل بيت بينزل على اللي تحت منه، وكان عقارب وتعابين وحشرات، كل حاجه ممكن تتخيلها كانت بتطلع من الجبل على السكان. فكل ده تحول بالكامل في الفتره القصيره، لان هي فتره سنتين، دي مش كبيره على اللي حصل، لان تم شق الجبل وانشاء طريق صاعد للجبخانه، الاثر الكبير اللي ان شاء الله الفتره الجايه هيزدهر، وانشاء ملعبين، تم انشاء منهم ملعب اهو، فاضل الجزء صغير جدا متبقي، وتدبيش كل محيط الجبل. كمان شارع المحجر ده بيخدم منطقه كبيره جدا، بيجيب من عند محطه المترو، وبيخدم كل المنطقه اللي واقعه خلف هذه المنطقه. كل طبعا المشروع ده بالكامل اتعمل له بنيه تحتيه، واتعمل له خدمات زي الصرف الصحي، زي الطرق اللي احنا شايفينها، زي تدبيش الجبل اللي لسه كمان ما خلصش، ولكن هيتم في الفتره اللي جايه، المعدات قربت تخلص، وبتعمل بشكل يعني مؤمن بشكل كبير جدا. ملف تطوير العشوائيات في القاهره بالذات شهد يعني اعمال كبيره جدا وخطوات كبيره جدا، لان العشوائيات في القاهره ما كانتش زيها زي غيرها في باقي المحافظات. العشوائيات في القاهره كانت عشوائيات منقسمه لثلاث مراحل، فيها عشوائيات خطره جيولوجيا اللي هي زي اللي احنا كنا موجودين فيها حاليا، ان الجبل ممكن يقع على البيوت المجاوره ليه، او ياخد البيوت اللي اعلاه وينزل بيها على اللي تحت. فدي كانت اهم نقطه واهم مشروع بيتم تنفيذه في القاهره، ان هو ينقذ الدوله، تنقذ السكان اللي موجودين في هذه المناطق، ومنها منطقه اسطبل عنتر ومنطقه الدويقه طبعا المشهوره بالصخره اللي وقعت على الناس، ومنشيه ناصر وغيرها كتير من المناطق العشوائيه ذات الدرجه الخطوره من الدرجه الاولى. وكمان في مناطق عشوائيه تانية غير مخططه، ومناطق عشوائيه ما فيهاش خدمات. فكل المراحل دي بيتم تطويرها، ولكن اللي كان اهم في الموضوع هو المناطق المهدده للحياه اللي زي اللي امامنا في الصوره. الموضوع مش بس فرق مع الناس اللي اتنقلت، لكن بيفرق مع الناس المحيطين او الموجودين لسه بالمنطقه، لان المنطقه كانت عباره عن وباء وبؤره عشوائيه فيها كتير من المشاكل. فطبعا انقذت السكان اللي موجودين، الدوله انقذت السكان الموجودين في هذه المنطقه، منطقه اسطبل عنتر بمصر القديمه، وايضا انقذت السكان المحيطين بالمنطقه بان هي توفر ليهم خدمات وتخلصهم من منطقه عشوائيه، وتستغل المساحات الفاضيه من النقل السكان، تستغله في خدمات تكون مخصصه للاهالي الموجودين في المنطقه، زي الحاجات اللي ناقصاهم زي الاسعاف والشرطه والاطفاء والملاعب والطرق والخدمات الكتيره اللي تم توفيرها في هذه المنطقه. ان شاء الله قريبا جدا هيتم افتتاح هذا المشروع، ويتم افتتاح ايضا الطريق الصاعد للجبخانه، هو شغال حاليا، لكن اللي اقصده ان النفوذ السياحيه تبتدي تيجي في هذه المنطقه، ويعاد مره اخرى استغلالها بالشكل اللي مخطط ليه. في منطقه زهراء مصر القديمه، تحديدا في منطقه اسطبل عنتر اللي تحولت للشكل اللي حضراتكم شايفينه، مشروع راقي تم نقل السكان لمساكن حضريه مجهزه بالكامل في مدينه الاسمرات، الكلام ده من سنتين. حاليا تم استغلال المنطقه لتكون بهذا المنظر، انشاء طريق صاعد لاثر الجبخانه، والجبخانه هي مخزن بارود صممه وانشاه محمد علي باشا،
وكان يستخدم لتخزين الأسلحة والعتاد، وأيضا تم إنشاء ملعبي كرة قدم، ملعبين خماسي ونقطة إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء وحديقة اللي موجودة أمامنا دي حديقة للأطفال، وفيها طبعا الخدمات المحتاجة. كمان تم تدبيش الجبل اللي موجود أمامنا عشان يحمي السكان أو يحمي المشاة فيما بعد اللي هيمروا من هذه المنطقة، ويحمي السكان اللي أعلى الجبل ما يبقاش فيه سكان على الحواف لتأمينها. بشكر حضراتكم، كنت معكم سيد الخلفاوي من مصر القديمة.